موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. الشرطة العسكرية تصدر بيانا بإغلاق معبر العون الإنساني بين جرابلس ومنبج حتى إشعار آخر عقب التصرفات غير الأخلاقية من قبل عناصر البيكيكي تجاه القادمين من مناطق سيطرة الأسد وسيطرة الحزب. بدء أعمال مشروع إعادة تأهيل محطة جمروك للمياه في ريف عفرين بهدف تعزيز البنية التحتية الزراعية في المنطقة بعد توقف المحطة عن العمل لمدة 13 عاما. مديرية التربية والتعليم في منطقة غصن الزيتون بالتنسيق مع مديرية الصحة تفتتح أول ثانوية مهنية صحية في سوريا بمدينة عفرين شمالي حلب. انقطاع عام للتيار الكهربائي عن مناطق سيطرة سلطة الأسد في محافظة دير الزور منذ منتصف الليل ناتج عن عطل في الخط الواصل بين محطة جندر ومحطة التين في محافظة حمص. صفحات موالية لسلطة الأسد نعت 30 شخصاً قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات الأسد في حسياء وشنشار والشتاي في ريف حمص الليلة الماضية. أمير الإمارات يقدم حزمة مساعدات إغاثية بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.